في إطار مواصلة وزارة الصناعة والتجارة لخططها الاستراتيجية والتطويرية وسعيها الحثيث والدائم نحو تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، افتتح سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة مركز حماية المستهلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة ليكون ثالث مركز خدمة عملاء بالوزارة. نعم، جاء ذلك بهدف رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة من قبل إدارة حماية المستهلك لجميع فئات المجتمع البحريني بمعايير تقنية ذكية ومبتكرة تسهم في إنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة. وأشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية إنشاء المركز بهدف تعزيز الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة، مشددا حرص الوزارة على تنفيذها لكافة برامجها ومبادراتها بكفاءة وفاعلية وبما يتوافق مع على المعايير ذات الصلة، لافتا إلى أهمية مواصلة تفعيل التعاون والعمل المشترك بين الوزارة والتجار في إطار الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وبما يحقق الغايات التنموية المنشودة. بهدف خلق حلقة وصل مباشرة مع المستهلكين والمعنيين، افتتح مركز حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة ليؤكد حرص الوزارة على تحقيق رضا العملاء والانطلاق بسلاسة تجسيدا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية. في هذا المركز يتم التواصل بشكل مباشر مع جميع فئات المجتمع لحماية حقوقهم عند الشراء أو الحصول على الخدمات، ويتم متابعة جميع الأطراف المعنية بما يتماشى مع مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن. المركز يهدف في البداية إلى أن احنا نصل إلى المستهلكين والمستفيدين بصورة سريعة، نقدم لهم الخدمة، نحقق رضاهم. المركز أيضا يتضمن مجموعة من المبادرات، من أهم هذه المبادرات اللي هي مبادرة أن احنا نستطيع استقبال أصحاب ذوي الهمم، أيضا بعض أطياف من الإعاقات الذهنية، وكذلك اللي هو الصم والبكم، الموظفين متمكنين من ذلك. أيضا المبادرة الثانية وهي مبادرة أن يكون نستقبل أكثر من لغة. المركز راح يقدم العديد من الخدمات، أهمها استقبال شكاوي المراجعين في القطاع التجاري، العمل على التوعية والتثقيف للقطاع التجاري والمستهلكين على حد سواء، تقديم خدمات تراخيص التخفيضات والترويج، بالإضافة إلى تقديم أيضا خدمات استصدار بطاقات الطحين المدعوم للفئات اللي مستحقة للطحين. طبعا احنا قاعد نحاول ان احنا بالتجربة نطور ونحدث قدر الإمكان، وراح ان شاء الله يكون في مراجعة أيضا لخدمات المركز فيما بعد، وننظر ان شاء الله إلى ان احنا نطورها ونحسنها مع الواقع العملي بالتجربة. وسيوفر هذا المركز خدمات نوعية من شأنها تقليص وقت تقديم الخدمة وإتمام إجراءاتها بفضل تواجد فريق من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، حرصا على تقديم خدمات مميزة وذات جودة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية وخلق بيئة تسوق آمنة وجاذبة للمستهلك على أرض مملكة البحرين. يعمل مركز حماية المستهلك على مدار الساعة من خلال قنوات عدة من أجل تطوير جودة العمل الحكومي. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.